السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنعمل المبكبكة، ودي من الأكلات الشهيرة قوي في ليبيا، لكن احنا هنا في مصر دلوقتي بنعملها بشكل كبير. هي عبارة عن مكرونة باللحمة غرقانة في صوص الصلصة، ليها طريقة مختلفة عن المكرونة اللي احنا بنعملها في مصر، لكن هي فعلا طعمها جميل جدا. يلا بينا بقى ندخل في الطريقة على طول. نسمي الله نصلي على الرسول، ونجيب حلة يكون حجمها كبير، نحط فيها شوية من الزيت، ونبتدي ننزل باللحمة أول الزيت ما يسخن. طبعا هي المبكبكة معروفة ان هي بتتعمل بكذا طريقة، لكن المهم ان الطرق كلها بتكون قريبة من بعض والنتيجة بتاعتها بتطلع واحدة. في بعض الناس بتشوح اللحمة الأول، في بعض الناس بتشوح البصل الأول، فكل واحد بيختار الطريقة اللي تعجبه، لكن انا بفضل ان انا اشوح اللحمة الاول، وده بيديها طعم حلو ولون حلو. فسبت اللحمة لحد ما لونها اتغير شوية، ببتدي بقى اقلبها الناحية التانية، وهديها تشويحتين تلاتة كده على السريع لحد ما تاخد لون ذهبي بسيط. طبعا في الفترة اللي اللحمة بتبتدي تنزل شوية مية صغيرين كده وتتشربهم، بكون حضرت البصل، قطعته لمكعبات صغيرة، يعني بصلاية بحجم كبير أو بصلتين بحجم وسط، وبكون كمان عصرت الطماطم. بنحتاج يعني احنا لو هنستخدم كيسين من المكرونة بنحتاج لكيلو ونص من الطماطم، ونقدر برضو نزود الكمية أو نقللها زي ما احنا بنحب. بعد ما اللحمة أخدت لون بسيط نزلت عليها بالبصل، وهبتدي برضو أشوح اللحمة مع البصل لحد البصل ما يدبل شوية. انا مش عايزاه ياخد لون مصفر جامد قوي، يعني مش عايزه البصل يتحمر قوي، انا عايزاه يدبل وياخد لون ذهبي بسيط. بعد كده هنزل عليه بمعلقه ثوم. الثوم هنا بقى اختياري، يعني مش كل الوصفات بتاعت المبكبكه بيستخدموا فيها الثوم، في ناس بتحط اضافات كتيره قوي، في ناس بتستخدم المرقه، وفي لا، يعني كل اضافه انت بتحبها تقدري تستخدميها في الوصفه دي، لان كل اضافه بتدي طعم مميز. بعد ما حطيت التوم قلبته برضو تقليبة بسيطة كده، على فكرة التوم اللي انا استخدمته ده مجمد علشان كده كان باين ان هو قطعة واحدة. بعد كده نزلت بمعلقتين من الصلصة اللي هي معجون الطماطم، وبرضو تشويحة بسيطة كده مع اللحمة والبصل لحد ما التوم يبتدي ريحته تطلع، والصلصة كمان تتوزع حلو قوي مع اللحمة والبصل، وتبتدي تنشف شوية. ننزل بقى برشة بسيطة من الفلفل الاسود، ودي انا بحب احطها في البداية علشان تدي ريحة حلوة للحمة وبرضو طعم حلو. المفروض الاضافات دي كلها هنحطها في الاخر. كده اللحمة بقت جاهزة، والطماطم طبعا معصورة من الاول. ننزل بقى بالطماطم اللي هو عصير الطماطم، وهقلبه مع اللحمة، وهسيب الطماطم تغلي غلوتين تلاتة لحد ما لونها كده يتقل وتتسبك تسبيكة بسيطة، يعني الحكاية كلها كام دقيقة وتبقى بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها بحوالي لتر من المية السخنة، وكده مش فاضل غير ان انا احط قرنين من الفلفل الحامي، ده لو احنا بنفضله، بس انا مش هفتحه، انا هسيبه سليم زي ما هو علشان يدي لصلصة الطماطم طعم حلو من غير ما تبقى الصلصة حامية قوي. كده هغطيها واسيب اللحمة لحد ما تستوي، بس انا هخلي النار متوسطة، وطبعا دي اسرع حاجة علشان اللحمة تستوي، بلاش نخلي النار عالية قوي. الصلصة طبعا قلت شوية وتسبكت خالص، واللحمة كمان دخلت في سوا، يعني فاضل لها كام دقيقة بس كده، والمفروض ان هي تكون خلاص استوت. هزود شوية مية سخنة تاني علشان انا عايزة الصلصة تكون فيها كمية كتيرة من السوائل، هحط شوية من الملح، هظبط الملح يعني بتاع الصلصة كويس. بعد كده هنزل بكمية المكرونة، احنا نقدر نستخدم كيس واحد من المكرونة، نقدر نستخدم كيسين، بس هنظبط كمية الصلصة على حسب كمية المكرونة. انا هنا حطيت كمية صلصة كتيرة علشان المكرونة تستوي وتاخد راحتها، ويبقى عندي لسه شوية من صوص الصلصة، ما ينفعش ان هي يعني المكرونة تمتص الكمية كلها بتاعت الصلصة وتبقى ناشفة. هحط شوية كمان من البهارات ورشة بسيطة من الفلفل الاسود، وما نكترش لان احنا حطينا رشة في الاول مع اللحمة. هغطيها واسيب المكرونة لحد ما تستوي.
بس برضو هحاول ان انا اقلبها من وقت للتاني علشان المكرونة مفيش حاجة فيها تلزق في الحلة من تحت، لحد ما المكرونة توصل للحجم ده، يعني تبقى 3/4 سوا. لازم يكون في كمية من صوص الصلصة في الحلة، يعني نعمل حسابنا ان الصلصة تكون كتيرة شوية علشان تبقى المكرونة فيها كده صوص كتير، ما ينفعش تبقى ناشفة. وطبعا احنا اول ما هنطفي عليها كل ما بتقعد كل ما بتمتص اكتر كمية الصلصة، علشان كده زي ما بقول لكم ما ينفعش تبقى الحلة ما فيهاش كمية من الصلصة كتير. الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا سهلة وبسيطة وسريعة كمان، وطعمها حلو جدا. ضروري ان احنا ناكلها وهي سخنة على طول، ضروري يكون المكرونة فيها كمية من صوص الصلصة، ده بيديها حلاوة اكتر واحنا بناكلها. الطريقة بسيطة قوي، اتمنى فعلا تجربوها. وعلى فكرة في بعض الناس بتضيف للمبكبكة وهي تعملها شوية من الكركم شوية من البابريكا، وكل دي اضافات اختيارية، اعملوا اللي تحبوه، المهم ان الاكلة هتطلع حلوة من ايديكم. والسلام عليكم ورحمة